يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد المنشدين وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمه يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد، فما حكم هذه المقولة؟ نعم، محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع، شفعه الله عز وجل، فهو الشفيع عليه الصلاة والسلام ما في شك. أما إن كان قصده الدعاء في هذا، إن كان يقصد الدعاء الرسول فهذا لا يجوز، أما إن كان قصده الإخبار أن الرسول شفيع، نعم هو شفيع عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار وشكر الله على ذلك، أما إن كان قصده الدعاء يا شفيعي فهذا لا يجوز. نعم.